ولبن وسكر كمان اهو عشان يطبخ. يلا نطبخ. هتطبخيهم وهتعملي فيهم ايه؟ حط اللبن من عليهم، نحط شوية فراولة في اللبن في الخلاط. لا نحطهم، لا حطي في الخلاط. خلاط. يلا وريني شطارتك. هتعملي ايه يا نوجة؟ انا هطبخ. بعد ما حطيتي الفراولة هتحطي ايه تاني في الخلاط؟ حط الموز. طب يلا قشري الموز. نحطه في الخلاط. ايوه. وبعدين نحطه هنا. حطي يلا الموز. نحطه في الخلاط. برافو عليكي. برافو شطورة. بس كده. خدي بقى. نحط الغطا. يلا شغلي الخلاط. شطورة يلا شغلي. لا هيشتغل. كفاية نوت. يا جماعة عملنا العصير متخلط ازاي؟ يلا نحط واحد كمان. شيل ده الأول. يلا نحط بقى ايه؟ الفراولة بقى؟ الفراولة. ايوه. نحط الفراولة تاني. برافو عليكي. ايوه نحط الفراولة السليمة، انما الوحشة لا. صح؟ اه صح. يلا حطي موز تاني. لا حطي فراولة بقى كمان، انت حاطة 2 موزة خلاص، حطي فراولة. هتحطي بقى سكر؟ اه. يلا يلا امسكي. يلا امسك معاكي؟ اه. يلا قلبي. يلا كفاية. يلا هنحط الغطا بتاع الخلاط. يلا يلا نضرب. يلا جيتك اهو. تسلم ايدك يا انوجة. ايه؟ يلا ايه؟ برافو عليك. يلا نحط. يلا اخر شفشق. احنا كده عملنا كل الموز واللبن والفراولة، عملناهم كلهم؟ عملناهم كلهم عصير؟ يلا حطي اخر 2. ايوه. 3 4. يلا نحط شوية سكر كمان. لو تشوف كوباية احسن. ما خلاص اخر حبة. يلا نحط الغطا. يلا نضرب. يلا ادي على مهلك. ادي احلى عصير يا انوجه. يلا عملنا عصير، وهنا ميكي ماوس ابنا حاجات كده. نقول يلا بالهنا والشفا. هنا الشفا لمين؟ هتشربيه؟ يلا نشربه ونجربه. حلو جميل. بس احنا عملنا خطه احسن ليكم. هو انا بطبخ. يلا بالهنا والشفا. أنا شايفة. باي باي.